أهلين وسهلين. اليوم راح نسوي لكم سلطة التفاح والكاجو، ومتأكدة بعد ما تسوونها راح تقولون ويني عنها من زمان، فعلا خطيرة. طيب خلونا أول شيء نجهز الصوص. نخلط الزبادي مع 4 ملاعق كبيرة رانش من مازولا، وطحينة وعصير ليمون وبودرة الثوم وفلفل أسود وملح، ونخلطهم ونكون كذا خلصنا من الصوص. والحين نقطع التفاح شرائح رقيقة ثم نعصر عليه ليمون. نخلط الخس الأمريكي مع ملفوف أبيض وأحمر وبصل أخضر مفروم، ونصب عليه الصوص ونحطه بصحن التقديم، وفي الأخير نوزع عليه شرائح التفاح وكاجو حمصناه وجرشناه شوي، وممكن توزعون على الوجه شوي من الرانش إذا تبون زيادة. وخلصنا من السلطة وبالعافية.